الله صباحكم كل خير. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم نبغى نودع الشباب، الله يستر عليهم ويحفظهم، وبيننا لقى إن شاء الله. أنت بنتقابل في السعودية، أما أنت بنجيك مرة ثانية ولا لازم تيجينا؟ تجينا إن شاء الله بإذن الله. هنا عاد نتكين هنا ومطولين شوي. إياك يا ماجد افتح. أبشركم كنسل إنه يروح. كنسل الحمد لله. تطلبني وما تبغاني اجلس؟ ما عاد اقدر اروح. بيض الله وجهك، اقسم بالله اني ضيمت اول، ما في احد تهاوش معه. لا زال ترى طول الروح انت تهاوش معه. الليله في مصامه. اهم شيء افوز على فيفا ترى لل... لا من يوم جينا صراره نقفل سنابات الساعه 10 وما ننام الا الساعه 2، كله على السوني والفيفا. فبتقاضى اليوم ان شاء الله. وش العلم بصالح لا تقاضى حيك محل يامات. ها؟ يقولون لا تقاضى حيك محل يامات. هذه هي. خلاص تم. أصعب شيء المحتوى. كويس توب فنان فنان. أصعب شيء المحتوى. الشرف. تونا وصلنا الدربات وجايين بخصوص نلعب لعبة وش؟ خسي جايين نلعب لعبة الزبلاي. هذه هي اللعبة. ها؟ أنا بدلة بركة. ها؟ هذه هي اللعبة. حابل من هنا لهناك. ماجد على الأجواء الجميلة هذه للأسف. اللعبة طلعت حقت بزراء مقاسك فهد صغيرة يا ماجد دخل انت مقاسك والله فهد سمو وين تقرش ترجعك ما صورته شوف سي سي ذا انت خلاص طيب هار حركب انت رح رح هنا وصلنا للعبة لكن للأسف طلعت جدا قصيرة انا احسبها زي حقت جورجيا تدري انا اسمي جورجيا من وين لوين جورجيا من راس الضلع ذاك لين هناك كان فيها حماس المشروع جديد توهم بادين فيه لكن بإذن الله السنة الجاية لما نجي راح نحصله فوق الجبل الزبلاين بإذن الله نحصله فوق الجبل لين هناك لأن الصدق الآن جدا صغير وقصير وحقه ناس على قد فهد ما فيها دبابات ويركبون في دوانة ويسحبون لا لا فيه يا جماعة الخير لا حد يقول سطام من زمان هو منفس سطام جاية علم جاية علم البارح في الليل ولا رقد سطام علامك انت شفيك جو جاثوم من البارح يا حرام سراني جاثوم عوذ بالله كم مرة جاك مرتين شو يسوي هو جننا خنق ومن الثور خنق حرام حدود ساعة أخذ معه أعوذ بالله وعقبها وأغط ويوم غطيت له معي خنق آه. يا ابن حلال يا مسلم أقرأ معوذات لا ما في طب شغل القرآن وأغط يوم غطيت طق الدرج عندي مثل نص ساعة ولا رقدت عاد يوم انا وانا في هذا قلت حلو يطلع لي لو يطلع لي على هيئه رجال ايوه علي ما يجيب الخنق لين يموت خنق يموت يا جنني ما رقدت والله لو يطالعك على هيئه يا سطام انك تنحاش بعد نشوفك اف كيف تخرق لين يموت والله خنقه بالله سطام قهرك ولا اي والله قهر قهر يقول لو يطلع على هيئه رجال علي ما يجيب لي يجي شيء اعوذ بالله شو تسوي به؟ شو تسوي به؟ من الدور الثالث ساحب لين نزله في الصاله تحت ما اعطيه لين يغني تبى اقول اضرب البعض هذا ما قد صار سطام واحد يمسك الجني يضربه جنني يا ولد من النوم ازرينا قرينا معوذات حطيت القران ما في طب كيف تبي النوم ما اقدر ترقد كم قد ساعه والله الاولى طالع على هيئه رجال لا استحب برجله من فوق شوف من فوق ادردح مع درجلين اجيبه في الصاله تمام مغطى بس لين اقطعه طيب عندي خطة اليوم ارقد انت وانا بكون واقف فوق راسك اذا حسيتك تحرك ولا شيء بتفاهم معنا لا يا حبيبي آه.
اليوم بشغل القرآن. ايوه. وبقرا معوذات كاملة. ايوه. وبوضي وبرقد. وبنتعين. هو بيجي انسان وجاء. ايوه. ادرينا ما في طب. نزلنا من عند ماجد ونبغى نركب مع ابو تركي. الله يبقيك. كيف حالك؟ يا فهد. شخبار؟ شرفتنا يا فهد. بالغلط ترى طقيت. عادي عادي يبداك. يا حبيبي انت والله. يبداك. كم فهد مكتب كم محمد؟ يا مرحبا. الله يبقيك. قاعدين ناخذ اغراضنا الان وطالعين مكان جميل جدا جدا جدا. نبغى نسوي غدانا هناك باذن الله. اخترنا هالمكان الجميل اليوم نبغاه بحر. طفشنا من الخطر وطفشنا من الطبيعة. اليوم نبغاها بحر. شوف الاطلالة بس. شوف الاطلالة ما شاء الله تبارك الله. اطلالة على بحر. شيء ولا اروع ما شاء الله تبارك الله. كيف الجو معك؟ اجواء على المحيط وجاستن زينة وفيها الشباب الشقردية. ما شاء الله تبارك الله يجو. ما عدم يغير سلامتكم والله. خلونا ننزل الاغراض. لا 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 يا الاغراض. ماجد ما كانك تحمست شوي. ناشمي شو الشنطه ذي؟ الشنطه ذي بنات هذه ماركه يا ناس. احب ارفع ضغطه. شركه امريكيه ذي. انا طالعني مع ملحس. ناس يحذفون فرشات ومراك. كان خالد جالس يعلم نشمي لعبهم. اسمها البرعة. عجل تعلم يا نشمي عجل. الآن جالس يعلم نشمي فن ثاني، فن الهبوت. طام، وش شعورك لو يجيك الجاثوم الحين؟ بالبريك. بالبريك؟ طبعاً بنسوي أحلى كبسة على أحلى إطلالة. والكبسة اليوم بإذن الله راح تكون كبسة دجاج، لأن الصدق لنا 5 أيام في صلالة ما ناكل اللحم. فاليوم مشتاقين للدجاج. ترى دجاج ما قدرت فيها. دجاج ما قدرت فيها. زان حمسة زان طبخة. اسمع. تقطيع معدي مقطع دجاج لو تموت. ايش تسوي؟ لا تطبخ، لا تسوي شيء. قطعت لك بصل، غسلت مواعين. وانت ما غير جالس هنا تشرط. توك اليوم تطفي قدر بعد. والله ما غسله. شوف. والله ما غسله. من يوم جيت صلاله وانا غسل القدر هذا. والله ما غسله اليوم. طبخ بداية طيب. ايه بطبخ كم. كل ما تديرها. قم. والله ما تديرها. قم. اعرف حنا. خل عني. ما اعرف حمسة رجي يا ربي. هلا هلا والله. شقلب شقلب انتبه. شقلب انتبه. واحد انت شو تسوي؟ اسلم 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 اسلم. لا اله الا الله. ترى حتى لو الكبسه طعمها مو بزين فالمناظر ذي تصير حلوه. على وين؟ خلاص مسافرين. تروح تخلينا؟ ضغوط العمل. سطام تفاهم مع الرجال. سطام يروح يخلينا. والله ما يخليك. الله يستر عليك يحفظك. نراك على خير ان شاء الله. وبيض الله وجهك. والله علومك كلها طيبه معنا. سامحونا على قصور. ما من قصور. الله يستر عليك. خليتونا براحتكم. ما خليتونا رسميا وما خليناكم على راحتكم. الله يستر عليك يحفظك. ودي اودع انا. تودع؟ الله يستر عليك. تقول لا يعني؟ يلا ودي. استاذن منك بس. يا سطام سحبت علينا. رجعك امامي احد خالص. وين بنروح طيب الحين؟ يقول في نفود هنا وفيك. نفود؟ نفود. ترى ما انا في الخرارة احنا والمشاعلة ولا؟ نشوف النفود يا رجال. يلا مشينا على النفود. يلا. هاي نشمي مشينا. هذا مشاء. سحب علينا. الله يستر عليك. محمد حبيبي. الله يستر عليك. ويحفظك. والله ما حصل قصور وبيض الله وجهك ولا قصرت. ما قصرت
والله يكفوني ويوفون الشباب الباقيين، لكن والله انك ما قصرت وبيض الله وجهك. سلام عليكم وصل السلام لاهل وشياب الربع والاخوان. يا وصل يا وصل يا حبيبي يا وصل، والله يستر عليك ويحفظك ان شاء الله. متوجه لمسقط، رايح عند اشغاله بيخلصها الباقي وسمحنا له المره هذه. مسقط على ابراهيم على طول باذن الله، والله يستر عليك ويحفظك. دينا نطلع من المطار الا هو راجع، اخر رحلته. رحلتك الساعه كم؟ بعد ثلاث ساعات. بعد ثلاث ساعات رحلة تأخروا الحمد لله خير. نسناك الكنافة وفعاليات نشوف رذاذ راجعين جنة. أخروا رحلة ثلاث ساعات، بعد ثلاث ساعات بنرجعك. اركب قدام اركب قدام. تبارك الله، صلالة مليانة ناس مليانة عالم، توقع ما في أحد قاعد، كل العالم صلالة. هذه خير يوم تأخرت رحلتك، جيت هنا تنبسط. كنسل الرحلة. الله كاتب لي إنه أتنعم كم ساعة بالحياة. إي والله كنسل الرحلة. كنسل الرحلة يا رجال. والله بنشوف خلنا لحد ساعة نشوف الوقت. طبعا اليوم قررنا نفصل ثياب عمانية. مرحبا ابو صالح، مرحبا يا خالد، كيف الحال؟ ساك طيب؟ ايش الثوب الزين؟ والله ما ان شاء الله بنبسل لك مثله باذن الله. صار معك مسبح. صار معك مسبح. يا ولد يبغى لون كويس. ها سطام، توصل ثوب عماني؟ بقلبها عماني يعني. تبي الطاقية، تبي الطاقية ولا تبي الشماغ؟ ما بس كم يصير على الطاقية ذي؟ لا لا. ليه؟ يا سطام سطام، ما تقر وشتهم، لك ساعة تفصل. خلاص. ها؟ وش اللون؟ وش اللون؟ وصلت اللون ذا؟ ليتك مستخير. والله مو بحلو اللون. البيئة عندنا. لون البيئة؟ نفس لون البيئة يعني ما تنشاف. مفيد. من قال لك إني ماني مفصل؟ جاي أفصل معاهم. السلام عليكم. فصلت أبو عماني؟ لا جانا أخيط رشماق. زين. تدخل الخياط وقلت جاي توصل ثوب. وين انت ايش في نفسيتك؟ يعني فتى مين دالك قلته؟ بنشر هذا بنشر مدير؟ ما في بنشر هذا خياط. فتى مين دالك قلته؟ اخترت ثوب فصل اخلص بس. اول قماش ذا؟ هذا اخترته انا. اختارها مشكلتي. اخذت الطاقة كلها. حسود. ها؟ ايش رايك في هذا؟ والله حلو. اخوان اي شيء اختاره انا حلو. سطام كم فصل الثوب انت؟ ثلاثة. معي انا اسوي هذا. شيل الثلاثة. وش الألوان اخترتها؟ واحد عام. والله حلو. هذا طبعا بخليه حق بر. بر. حق بر. هذا حق بر. وهذا واحد فصلت هذا واثنين بيض. حلو اختيارك. أنا أشوف تكثر من الثاني. لا والله حلو. أنت طلعاتك للبران واجد. نفس الأرضية. وحياتك. صار مصري. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.